دكتور طمني، انتوا لانه نقلتوني العناية المشددة على غرفة عادية، يعني خلص زال الخطر عنه؟ طبعا يا مدام زال الخطر، طبعا زال، بس هلا احنا بدنا نطول بالنا مشان موضوع المشي، اهم شيء انه يمشي. يا جماعة المهم هلا بس نشوفكم رح ينبسط كثير، يا ريت تدعموا نفسيا. أكيد. ماشي؟ ماشي. يلا تفضلوا. شكرا. شرف. تفضل. قعدت بحب عليك يا جود، يا ريتني انا ولا انت. يا ريتني ما اشوفك هيك. حسينة ايفا شو اتفقنا نحن؟ شو اتفقنا بدنا نفوت؟ ماما شدي حيلك خلص. لا يا جماعة لا. هيك ما بيمشي حال بلوك، معقولة انتو عم تعملوا هذا؟ يا جماعة لازم لما يصحى ينبسط مو يتضايق، شو بكون يا جماعة؟ هدوا حالكم شوي. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. خلوا ابتسامة على وشكم، هلا إذا صحيت والله بخاف، بفكر معه لا سمح الله شو جمع. يا جماعة يلا، شدوا حالكم وقووا حالكم وتماسكوا، هلا رح نفيقوا، شو جاهزين؟ اسمعوني، اللي بدها تبكي تطلع لبرا. شو؟ خلص خلص خلص. يا جماعة إذا بتريدوا رح نصحي. خلاص ما بدها بكي. يلا يلا لو سمحتوا. تايم أمي ليش قاعدة بالعتمة؟ وين كنت لهلا؟ كنت عند زاهر، يعني وين بدي يكون أمي؟ كنت عند زاهر بالبيت اللي بلزقنا. وليش هيك عم تحكي معي؟ كفرت يعني إذا سألتك؟ ولك الله ياخذني لحتى ترتاحوا مني. لك لا لا أم أيهم شبك؟ ليش الزعل؟ إن شاء الله موت إذا بزعلك تقبري قلبي. هم تقبريني امي، بس انت شكلك في حدا مضايقك وطالع الفشه براسي، فمين ضايقك؟ بدك تحكي ولا بجن؟ متضايقه مشان اختك، بخير حيطق من التفكير. لك ما خليت طريقه معها لحتى اقنعها ترجع عن رايها، بس ما في شي فات. الما ليكون مشان تامر. ايه لا شو هي بدها تكسر راسكم تمشي رأيها هي وهذا الأفندي علينا؟ اليوم فتحت الموضوع مع أبوك، حاول كتير ينصحها يفهمها بس ما كانت تريد. خلص عندت، قال تامر جاي يخطبها. كسرت خاطر أبوك، كسرت خاطري. شو؟ إلا إلها هي جنت على الآخر بنتك وليك؟ ألما؟ أيهم؟ أيهم؟ ليك؟ شو هذي اللي عم تحكي وعم تعملي يا خانم؟ شوفي؟ خلص؟ جنيتي؟ بس تعرف تحكي باحترام ببقى برد عليك. وشو رأيك إذا علمتك الاحترام؟ ها شو رأيك؟ دوكي ديها! تعيني هون زعلتك الاحترام. شو صار لك؟ ترى تختك ليك موضوع هذا الشاب بتنسيه وبتشيليه من راسك. شو ما عمل لك اللازم انت وياه؟ عم تفهمي؟ أيام ترك اختك. انا حكيت اللي عندي. اصحى اصحى يلا أيام تعال هون. طولي بالك حبيبتي، ان شاء الله. شو صار لك يا حبيبتي؟ ابكي اذا بترتاحي ابكي. لك امي انتي غلطانه، مين قال لحتى تزعلي اخوكي مشانه؟